السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هتكلم في الفيديو ده عن المسؤول الكورة في مصر، سواء اتحاد كورة أو أندية. أنا لعبت في الدوري المصري 11 موسم على التوالي، الحمد لله خدت مع نادي المقاولين 2 كاس مصر، 2 مرتين، وخدت بطولة أفريقيا اللي هو دلوقتي اسمها الكونفدرالية، كانت ساعتها اسمها بطولة أفريقيا أبطال الكؤوس، خدتها مع نادي المقاولين. مع المنتخبات الحمد لله لعبت اولمبيات ولعبت كاس عالم للناشئين للشباب في البرتغال، ولعبت اولمبيات برشلونه، ولعبت كاس عالم عسكري 93 وكاس عالم عسكري 95 في المانيا، 93 في المغرب كنت انا هداف كاس العالم العسكري. انا بقول لك ليه كده؟ عشان انا كنت عايش الاجواء الكوره. كنت لاعب دولي ولاعب، لعبت في المنتخبات وخدنا بطوله افريقيا للشباب في مصر. ويعني عشت جوه المطبخ. فالمسؤولين سواء في نادي او في اتحاد كوره في مصر، هم من ساعه انا ما وعيت على الحياه وبقى ولعبت بقيت لعيب دولي، وهم بيحافظوا على الكرسي بتاعهم، بيعملوا كل حاجه ان هم يبقوا متواجدين وموجودين في الكرسي بتاعهم. للاسف حتى الفتره الاخيره من ساعه 98 جابوا كوبر، وبعد كده جابوا مش عارف اسامي كله انجليزي. ليه بقى بيجيبوا اجانب؟ ليه؟ علشان يشيلوا الهم ويشيلوا الهزيمه للاجنبي. يقول لك احنا جبنا لكم مدرب اجنبي، يعني كروش وغيره. انما لو جابوا مدرب مصري، الهزيمه هم اللي بيتقطعوا في الصحافه، الاعلام والسوشيال ميديا بيمسكوا الاتحاد الكوره افراد يقطعوهم. فاتحاد الكوره يقول لك لا يا عم، احنا نكبر دماغنا ما نجيبش مصري، نجيب اي اجنبي وخلاص، اي اجنبي. ونقول ايه بقى؟ ان احنا بنعمل منتخب جديد والمشروع. الكلمة دي أنا اتفقعت منها بقالي سنتين مع المدير. يقول لك أصل إحنا بنعمل مشروع. كلمة مشروع دي تعرف إن هما بيستخبوا وراها، عشان لما يتغلبوا النهاردة يقول لك إحنا قلنا إحنا بنعمل مشروع، بنبني هجس في هجس. طيب أنتوا مدرب أجنبي جديد أهو، مدرب أجنبي قبل كده، مدرب أجنبي قبل كده، كل شويه تقولوا مشروع وبنبني. الاسامي هي بتاعت المنتخب، الاسامي هي. ازاي انت بتقول مشروع وانت خارج كاس العالم، ما بتلعبش كاس عالم خلاص، ما عندكش بطوله الا بعد 6 شهور بطوله. ولما بتيجي تاخد القايمه دلوقتي اليومين دول، واخد القايمه 70% فوق ال 30 سنه، 70% فوق ال 30 سنه. مشروع ايه بقى؟ انت بتضحك عليا. مشروع ايه؟ انت بتقول مشروع، وفي المؤتمر الصحفي مع المدرب الجديد الاجنبي احنا بنعمل مشروع، بدليل ان اخر مدرب واول مره يعملوها، اخر مدرب منتخب مصر مضوا معاه 4 سنين ما حصلتش. ده لو مدير فني واخد كاس عالم 10 مرات انا مش همضي معاه 4 سنين. الدنيا بتتغير، امضي مع المدرب 4 سنين ليه؟ انا ما اعرفش اسمه والله، مش عارف اسمه المدرب الجديد بتاع منتخب مصر، وحياة ربنا والله ما فاكر اسمه دلوقتي، مش عارف فيكتور باين ولا. المهم 4 سنين ليه؟ عشان يقول لك 4 سنين جايبينه عشان مشروع، عشان ما نتغلب ماتش ولا نتغلب ماتشين. يقول لك احنا قلنا احنا جايبين مدرب اجنبي مشروع.